الثانية هي أنه الدور ديالنا ك تحملها انا فاش كنقول هنا ماشي حتى في مونشيك ولكن حتى في مثلا في الفريق التقني ولا الفريق اللي كيخدم في, في, في البرنامج مونشيك منك معيد البرنامج منك تقني بعد اخر شكرا على الاستضافه. زوج اللون معكم حسين عبدلوس صانع محتوى وفاعل ثقافي في المدينه وكذلك مقاول في مجال السمعي البصري والرقمي. اليوم انت كتواجد معنا في المركب السينمائي بتيزنيت، شنو ممكن تقول لنا على هذا المركب هذا وعلاش كتجي؟ بالنسبه للمركب السينمائي تيزنيت هو واحد الفضاء نوعي اللي كنعتبره اضافه نوعيه واستثنائيه بالنسبه لمدينه تيزنيت، ولا يعطي واحد الاضافه واحد البلوس للشباب، خصوصا انه كنعرفوا شحال هذه كانوا الناس اللي بغاو يلوجوا للمجال السينمائي او الاعلامي ما كيلقاوش الفرصه انهم يعني يتعلموا في تيزنيت، ولكن كيضطروا انهم يمشيوا للورزازات او المدن الاخرى باش يتعلموا. ولكن هنا حاليا مركب تيزنيت يعني كيستجب على التطلعات وكينشر الثقافه السينمائيه بالمدينه. حسين، المشاركه ديالك اليوم ممكن تعاود لنا كيفاش كانت المشاركه ديالك في الورشات اللي قدمتها لكم اليوم؟ المجموعه ديال الشباب جاوا من مدن مختلفه، اذاعات مختلفه، وجات باش تعطيكم وتقاسم معكم التجربه ديالها. شنو هما التطلعات ديالك؟ شنو بالك؟ في الحقيقه المركب السينمائي ديما عودنا على انه يدير انشطه مميزه ونوعيه كما قلت، وبالتالي فالمولود الجديد ديال تيزنيت ويب راديو اللي تتوج اليوم بانه يدير واحد لقاء وطني للاذاعات الجمعويه، واللي دارت فيها واحد الورشه اللي جيت انا نستافد من بعد ما تلقيت الدعوه من المركب السينمائي. وبالنسبه للتطلعات كما قلت على انني انسان كصانع محتوى وكنشتغل في مجال السمعي البصري، جيت على اساس انني نتلقى الابجديات ديال كيفيه التنشيط الاذاعي، وميم طون صراحه يعني الورشات استجبوا على مجموعه من الاسئله اللي كنا كنطرحوها، المساله المتعلقه بالاعداد، المساله المتعلقه بالبات والنشر، يعني تعرفنا كيفاش انه نقدروا يعني نديروا التنشيط الاذاعي من البدايه حتى النهايه، وكانت ورشات اللي هي نظريه وكذلك تطبيقيه. اوكي، الا قلت لك الاذاعات الجمعويه او الاذاعه الجمعويه في كلمه ولا جمله، الا قلت لك الاذاعات الجمعويه في كلمه ولا جمله شنو تقدر تقول لي؟ باختصار ممكن لي نقول اذاعه القرى. اذاعه القرى. شكرا على حسن قبول الاستضافه ديالك معنا. اذا وصلنا لنهايه الحلقه اليوم، كان معنا شاب من مدينه تيزنيت تقاسم معنا التجربه ديالو، تقاسم معنا كيفاش كانت الورشات من ناحيه اعداد البرامج، ومن ناحيه خدمتو على ثلاثه ديال المراحل ما بعد والاثناء وثم النشر. ثم النشر. شكرا بزاف حسين. شكرا على الدعوه. مرحبا. Present.